السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أو King of Games. طبعا هذا الفيديو فيديو بسيط، بس فيديو قصير عن الفيديو اللي راح. هذا الفيديو راح أكمل سلسلة التختيم حق تابع للثري حق بارت 3، لأن أنا آخر شيء صراحة وقفت ما كملت المكان اللي وصلت فيه، فعشان كذا قلت خلني أكمل وزي كذا، لأنه أنا صراحة في قناتي ما عندي شيء اسمه إني أحط تختيم أو سلسلة تختيم وما أكملها وزي كذا، فمشكلة كبيرة يعني إذا يعني ما كملت أو قطعت المرحلة على طول، انتقلت لمرحلة ثانية وجبت لكم إياها، فصعبة جدا جدا، فعشان كذا قلت خليني من باب الاحترام يعني نحترمكم وزي كذا، إننا نجيب لكم السلسلة كاملة. فأنا يعني مو من النوع الخداع أو زي كذا، يعني ألعب بس وأقول لكم يلا سلسلة تختيم زي كذا. أنا سويت لكم السلسلة هذه على أساس تفهمون اللعبة، لا جيتوا مثلا وقفتوا في مرحلة ما عرفتوها أو شيء، فهنا الحل عندكم وزي كذا. فا أوكي خلونا نشوف هنا ايش عندنا. طبعا بداية الفيديو زي ما انتم شايفين، اول ما بدأت حطيت ال وش يسمونها هذه حقت الرمح، ما ادري وش، ياخذ منشفة وزي كذا ويحطها فيها ويحطها بالشعلة ويشعلها، ومن ثم يجي هناك وتنتهي المرحلة مثل ما شفتوها في بداية المقطع، لاني انا كنت اسولف وزي كذا، فعشان ما اعطيت لكم وقت صراحة. الفيديو جدا جدا بس فيديو قصير يعني سويته تابع للفيديو اللي راح، فهنا المشكلة يعني، فما انتبهت انا الفيديو اللي راح ما كملت السلسلة. فا اوكي كمل. It's dark magic. It requires blood. What? No. Don't be a mojo, damn. Besides, now run me through that sword so that... His eyes speak the truth. He has embraced death in a way I never could. بالنسبة لهذه راح يقول لك إحصائيات، يعني شوف هنا عطيك 65% وهنا 39%. فإذا اخترت على اليسار مثل ما انتم شايفينه هذا هو الاختيار الصحيح، فهو الحين يقول له يعني. طبعا هذه المرحلة الثانية شابتر 2 اللي مو عارف، هذه شابتر 2. فا اوكي there's been too much death too much. Oh for the love of the four heavens. اوه طعنة. That bloody stings. يلعن امه. اتوقع ان المرحلة تشبه هذه بالذات، المرحلة تشبه دارك سولد والالعاب ذي اساسنز كريد وزي كذا. انا صراحة ذي الاشياء ما احبها واجد، قراصنة وزي كذا ما ادانيهم ابد، فانا حتى كرهت المرحلة ذي صراحة، حتى ما كنت ابي اجيبها، بس وش سوي يعني علشانكم قلت خلني اعرض اللعبة كلها وهم يحطوا هالشي، فما تعجبني الاشياء اللي زي كذا، قلعة اسطورة وشي زي كذا ما دانيها. اوه قتلوه، ما ادري والله هو مات او حي، وانا ما ادري صراحة. المرحلة اصلا هذه بالذات فيها لاق واجد زي ما انتم شايفين، في شوية ثقل او تقطيع بالصورة زي ما انتم شايفين، فالمشكلة من المرحلة نفسها يعني. اوكي خلصنا شابتر 2 على ما اظن، الحين بنخش الثالث شابتر 3 على ما اظن، الا شابتر 3. اوكي عموما بالنسبة لشابتر 3 راح يكون فيه له فيديو ثاني ان شاء الله راح ينزل قريب، فانتظروا الفيديو حق شابتر 3، لان اللعبة صراحة جدا جدا طويلة. انت تفكرها لعبة كلبة وشي زي كذا، يعني لعبة هين وشي زي كذا، طلعت والله ما هي بهين ذي اللعبة اقسم بالله، فيها مراحل واجدة يعني طويلة شويات.
الله يعين يعني متى نختمها. فأنا بس ناوي أختمها على أساس أني أجيب لكم سلسلة ثانية، لعبة ثانية وزي كذا نختمها مع بعض وزي كذا. فأبلشتني صراحة ذي سول دريم فايف. عموما اللعبة صراحة جدا جدا ممتعة، أنا صراحة أصلا ودي أختمها وما ودي أنها تخلص، لأن صراحة اللعبة جدا فيها قصة رائعة، فيها شوية نوع من الذكاء، بس ترى تلحس مخك من الحين. أنا أقولك تلحس مخك لأن في مراحل جدا جدا صعب يعني أنك تلعبها، تلحس مخك فعلا. فهذا كان كل شيء، لا تنسى اللايك والسبسكرايب كالعادة. كان معكم أخوكم محمد أو King of Games، في أمان الله.